بكم أعزائي طلبة وطلبات التعليم الفني، وحلقة جديدة في مدرستنا، في بيتنا مدرسة. واليوم هنبقى أول حلقة مع أوكي مدرسة على الهوا. النهاردة هناخد مراجعة ليلة الامتحان مع مادة المؤسسات، مراجعة ليلة الامتحان مع مادة المؤسسات للصف الثالث، قسم الملابس الجاهزة. وان شاء الله المراجعه بتاعت النهارده هيبقى فيها جزء كبير من ما اللي هيجي في الامتحان ان شاء الله بكره، يبقى فيه مسائل مشابهه للي هيجي في الامتحان ان شاء الله. هنراجع مع بعض المسائل بخطواتها. هي خطوات المسائل بتبقى واحده، لكن بتختلف في بعض التكات اللي هي بتبقى مختلفة شوية. بيبقى في تكات كده في المسائل، زي في بتبقى في اختلاف في الأجور، اختلاف في القصة، اختلاف في عروض القماش، اختلاف الأسمان، سواء جابلي دست جابلي لفف. باخد بالي من الحاجات دي. هنرجع بقى نبدأ نشتغل مع بعض كده. أول حاجة، المسألة الأولانية: أراد مصنع الدخول في مناقصة لتوريد عدد 240 بلوزة مقاس 42. يبقى أنا باخد بالي من العدد 240، وباخد بالي ان المقاس اتنين، مقاس الايه، البلوزة اللي هيتنفذ عليها 42. بيديني الابعاد عرض الامام وعرض الخلف وطول البلوزة وعرض الكم وطول الكم وعرض الاسورة وطول الاسورة وعرض الياقة وطول الياقة. دي اللي هي الابعاد اللي بيديهاني. ببدأ اكتب الابعاد بتاعة المسألة عندي في ورقة الامتحان علشان ايه، ابقى عارف كل خطوة هعملها هعمل ايه. كده بيديني التصميم اللي انا هشتغل عليه، ده الموديل اللي انا هعمل المقايسة ليه. بيدي المواصفات بتاعته، بتبقى بلوزة بمرد بسيط وكول سبور ومنفذة من قماش قطني سادة، عرض 90 سنتي، سعر المتر 20 جنيه، ومحلاه بالتطريز على الصدر. يبقى انا عندي البلوزه فيها مرط وفيها كولسبور وفيها تطريز، ومديني سعر المتر 20 جنيه. هنا بقى مديني ايه الخامات الايه اللي بتحتاجها البلوزه. اول حاجه بتحتاج كل بلوزه 10 ازرار، سعر الدسته 5 جنيه. يبقى هنا بيقول لي ان البلوزه الواحده بتاخد 10 زراير والدسته ب5 جنيه. يعني هو ادهاني بالدسته، ان انا لما اجي اجيب الزراير هجيبها بالدسته. تحتاج كل 4 بلوزات بكره خيط ثمنها 240 قرش. يبقى بكره خيط عندي ثمنها كام؟ 240 قرش. كل 4 بلوزات بتاخد بكره خيط واحده. اخد بالي من الحاجات دي وانا بحل المساله. تحتاج جميع البلوزات 20 شلة خيط للتطريز. يعني انا كده البلوزات كلها اللي هم 240 بلوزة هياخدوا ايه؟ هياخدوا 20 شلة خيط. المطلوب حساب جملة الاسمان. يبقى هنا طالب مني حساب جملة ايه؟ اسمان الخامات. الحل طبعا اول حاجة عندي هجيب العروض بتاعت الايه، العرض الامام وعرض الخلف، وبعد كده بجيب ايه الرسم التخطيطي عشان اعرف ان البلوزه اخدت قد ايه قماش، وبعدين ببدا احسب ايه اسمان الخامات. اول حاجه بجيب عرض الامام، بقول عرض الامام بيساوي 27 زائد 2، ان عندي مرد وعندي بطانه وعندي مسافات خياطه، هيبقى ايه، هيبقى 42. وما دام في في مرد في القطع، يبقى انا عندي هنا الامام قطعتين مش قطعه واحده. اخد بالي من النقطه دي بقى. هنا عرض الخلف هو مديني نص، طبعا مديني نص عرض الامام ونص عرض الخلف، عشان كده بقى بعمل ايه، بقول ان العرض الامام قطعتين. عرض الخلف بقول 25 زائد 1 واضرب كله في ايه، في 2، عشان يطلع لي ايه الخلف كامل، لان ما فيهوش ولا خياطه ولا مرد ولا سوسته ولا اي حاجه. عندي بعد كده طول البلوزه، بعد ما اجيب عرض العرض الامام وعرض الخلف بجيب بعديه الطول بتاع البلوزه على طول. طول البلوزه بيساوي 70 زائد 1 زائد 2، طبعا 1 سنتي دي للحياكه واتنين للتانيه، تانيه الديل بتاعه البلوزه، هيبقى الطول كله 73 سنتي. يبقى انا اخد بالي من الحياكه اللي بتبقى في الكتف والاتنين سنتي بتوع التانيه اللي بيبقوا في الايه، في الديل. بعد كده بجيب طول البلوزة احنا قلناه. عرض الكم بيساوي 36 زائد 2،
اللي هي بتاعت الحياكة، يبقى اديني 38 سنتي. وما انساش ان الكم عندي بيبقى 2 قطعة، يعني لما اجي احطه على الرسم التخطيطي بحط 2 كم، ما بحطش كم واحد. طول الكم بيساوي 58 زائد 2، طبعا حياكة اللي هي الحياكة بتاعت 2 سنتي، واحد لحياكة الكتف والتاني لإيه للتانية بعد الأوفر. في عندي اسورة بتساوي 5 زائد 2، يعني 7 سنتي، وهنا انا بنضف الكم من تحت بالاسورة. عرض الياقة بتساوي 8 زائد 2، بتساوي 10 سنتي، وطول الياقة بتساوي 40 زائد 2، بتديني 42 سنتي. برضو بقول ان الياقة ايه 2 قطعة، وهنا برضو عندي الاسورة كانت ايه 2 قطعة. تمام، نيجي بقى نشوف الرسم التخطيطي. طبعا هنا الرسم التخطيطي وقال لي ان عرض القماش 90 سنتي، فببدأ احط قطع البطرون اللي انا عملتها، اللي هي الامام والخلف والكم. زي ما احنا شايفين كده، انا عندي الامام قطعتين فمحطوطين، والخلف قطعة واحدة، والكم قطعتين، وبعدين بحط في الفراغات بتاعتي الاسورة والايه والياقة والكولا. طب هنا انا اخد بالي ان ما اجي احط قطع البطرون عندي على القماش، اني ما اعملش تهدير في نسبة القماش كتير، يعني انا اراعي ان ما يبقاش في تهدير في القماش، وراعي ان انا بحط في العرض، يعني عرض القماش بحط العرض، وفي الطول بحط الطول بتاعي. بعد كده بقيس الاطوال اللي عندي، يعني بحط بقيس طول البلوزة، بقيس هنا طول الكم، بقيس طول الظهر اللي اتاخد عندي، بعد كده بقيس اللي هي ايه الكم مرتين. فكده باخد الاطوال اللي طلعت عندي هنا، والعرض بيبقى عرض ايه عرض الامام او وعرض الخلف وعرض ايه الظهر. من التعشيق هنا او من رسم التخطيط هنا واضح لي ان ايه كمية القماش اللي طلعت قد ايه. طبعا هنا من رسم التخطيطي بيقول لي ان كمية القماش اللازم لتنفيذ البلوزة بتساوي 73 سنتي زائد 60 زائد 60، يعني هو جمع طول البلوزة وايه وطول الكمين، فاداني 193 سنتي. يبقى انا بجمع الاطوال اللي طلعت عندي في التعشيق زي ما احنا شفنا كده ايه، بجمع الاطوال اللي عندي في التعشيق هنا وابدأ احطها ايه احطها في المسألة بتاعتي. كده انا عرفت ان البلوزه الواحده بتاخد قد ايه، بتاخد 193 سنتي. يبقى كده كميه القماش للبلوزه الواحده 193 سنتي. امشي في خطوات بقى ايه بتاعه المساله تاني. يبقى انا هجيب بقى كميه القماش للايه للكميه كلها اللي هم كام، اللي هم ال 240 بلوزه. يبقى اقول كميه القماش ال 240 بلوزه زائد 1.93 هيطلع لي الايه الكميه دي، يعني انا هضرب ده في الايه في الكميه اللي طلعت لي. بعد كده هجيب ثمن القماش، هجيب ايه ثمن القماش، يعني انا جبت الكميه كلها بتساوي كام، هجيب بقى ثمن القماش اللي طلع قد ايه. باخد ثمن القماش كميه القماش اللي طلعت واروح ضربها في ثمن القماش، ثمن المتر الواحد، هيطلع لي ثمن القماش بالكامل. يبقى انا تمن القماش بالكامل هيطلع لي التمن بتاعه. هاجي بعد كده اجيب بقيه الخامات بتاعتي. ثمن الازرار انا عندي ان احنا قلنا كل بلوزه بتاخد 10 ايه 10 زراير، يبقى الكميه بتاخد قد ايه. فانا باخد ال10 بضربهم في 240، وبعدين اضربهم في 5 واقسمهم على ايه على 12، لان انا قال لي ايه ان الدسته ان الايه الزراير بالدسته. فانا ضربت ال10 على كل بلوزه بتاخد 10، يبقى ال 240 بتاخد قد ايه، واضربهم كلهم في 5 واقسمهم على 12 عشان يطلع لي بالدسته، فيطلع لي هنا ايه 1000 جنيه لثمن الزراير كلها. هاجي هنا لثمن الخيط، هو قال لي ان كل 4 بلوزات بتاخد بكره خيط واحده، يبقى ال 240 بياخدوا قد ايه. يبقى هقول 240 على 4 هيطلع لي 144 ايه جنيه. ثمن خيط التضريس، وقال لي ان القطع كلها اللي هي ال 240 بتاخد 20 شلة،
يبقى ال20 في 2 هيديني 40 جنيه. كده احنا جبنا ثمن القماش وجبنا ثمن الزراير وجبنا ثمن الخيط وثمن خيط التطريز. هنجيب بقى ايه بعد كده؟ جملة الأتمان. جملة الأتمان هجمع كل الأتمان اللي عندي، يعني أنا هجمع ثمن القماش وهجمع ثمن الأزرار وهجمع ثمن الخيط وهجمع ثمن خيط التطريز، هيطلع لي جملة الأسمان كلها مع بعض. يبقى هو ده ايه المطلوب اللي هو طلبه مني، اللي هي جملة الأسمان. هنيجي بعد كده لواحدة تانية، مسألة تانية، هنشوف هو هيطلب مني ايه في المسألة دي. بيقول لي هنا إذا كان إنتاج من 7200 فستان تحتاج الى 8 خطوط انتاج. اخد بالي ان هنا قال لي ان اداني عدد الفساتين وقال لي هي بتحتاج قد ايه خطوط انتاج، قال لي ان الكميه دي بتحتاج 8 خطوط انتاج. 8 خطوط انتاج دي تبقى التكه اللي موجوده في الايه في المساله. هو هنا غير المساله خالص، وكل خط انتاجي ينتج في اليوم الواحد 40 فستان. يعني هو قال لي كمان ان كل خط بينتج 40 فستان، ونسبة الاعطال 10%. ونسبة الاعطال كام؟ 10%. يعني اداني كمان نسبة الاعطال. فما هي المدة اللازمة لانهاء هذه الكمية؟ يعني هنا اداني كمية الفساتين وقال لي ان كل ان هي بتحتاج 8 خطوط، يعني عشان اعمل انفذ كمية الفساتين دي محتاجة 8 خطوط، وكل خط بيطلع لي في اليوم الواحد 40 فستان، والأعطال بتاعتي بتبقى 10%. ايه هي المدة؟ هو عايز يحسب ايه المدة اللازمة لإنهاء هذه الكمية. تعالوا نشوفها مع بعض كده. أول حاجة عدد الفساتين المنتجة في اليوم الواحد. طبعا هو قال لي إن الإيه إن الـ أنا عندي 8 خطوط وكل خط بيطلع لي ايه 40. يبقى الفساتين في اليوم هتطلع قد ايه؟ يبقى هقول 80 في 8 هيطلع لي 320 فستان. يبقى انا كده في اليوم هيطلع لي 320 فستان، لان انا هضرب عدد الفساتين اللي بتطلع من كل خط في الثمان خطوط اللي عندي، لان انا عندي 8 خطوط. هو عايز يحسب عدد الايام اللازمة للانتاج، فانا هاخد عدد الفساتين واروح اسماها على عدد الفساتين اللي هتطلع لي في اليوم من الثمان خطوط. يعني انا هاخد كميه الفساتين اللي انا عايزه اطلعها بتاعه الطلبيه واقسمها على عدد الفساتين اللي بتطلع في اليوم الواحد. هيطلع لي كده كام يوم؟ هيطلع لي 22 يوم ونص. يعني هيطلع عندي 22 يوم ونص. يبقى انا عشان اطلع الطلبيه كلها هحتاج كام؟ 22 يوم ونص. يبقى هنا اللي طلبه في المساله دي اداني الكميه واداني عدد الخطوط اللي هي تحتاجها الكمية، واداني كل خط بيطلع لي قد ايه، وانا جبت من خلال كل خط بيطلع قد ايه جبت الثمان خطوط بتطلع لي كام فستان في اليوم، وبعد كده جبت عدد الايام اللي هتحتاجها الكمية كلها. طب نيجي بقى نشوف ايه المدة اللازمة للارتباط، يعني اللي انا ان انا هقول انا محتاجة المدة دي. يبقى هقول لان انا عندي ايه؟ عندي اعطال 10%. يبقى انا هضرب المدة في 10% بتاعت الاعطال، هيطلع لي 24 يوم و75 من 100. يعني انا بالاعطال، يعني قبل الاعطال كانت هتطلع 22 ونص، بعد الاعطال هيطلع لي كام؟ 24 و75 من 100. فهمنا الحتة دي؟ طب ناخد مسألة جديدة. يبقى انا المساله اللي فاتت كانت فيها ايه؟ فيها اعطال، فيها عدد خطوط، فيها جبت عدد الايام وجبت عدد الايام بعد ايه؟ بعد الاعطال. نشوف الايه المساله دي. هاخد بالي ان كل مساله من دول فيها تكه مختلفه عن التانية. بيقول لي انا مطلوب عمل مقايسه لتصنيع 1200 فستان طفله، 1200 فستان طفل من قماش كريب، عرض قد ايه؟ عرض 120 سنتي، تمن المتر 25 جنيه، يلزم لكل فستان 2 متر قماش كريب. يعني انا كل فستان بيحتاج قد ايه؟ بيحتاج 2 متر قماش كريب، كما يلزم لكل فستان سوستة تمنها 75 قرش، ولكل 5 فساتين بكرة خيط تمنها 180 قرش. يعني هو قال لي هنا
نرجع تاني هنا، قال لي ان انا عندي 1200 فستان، نوع القماش كريب، عرض القماش 120، تمن القماش 25، كل فستان بياخد 2 متر قماش. يعني هو كمان قال لي ان الفستان بياخد 2 متر، يعني الفستان الواحد بياخد 2 متر. هنا قال لي ايه، لكل فستان سوستة وتمنها 75 قرش، لكل فستان بكرة خيط وتمنها 180 قرش. الأجور بقى، أجر تجهيز النموذج 300 جنيه، اللي هو رسم البطن، أجر القص 2 جنيه. هنا اختلف، هنا زود لي أجر النموذج، زود لي أجر القص. يتم العمل في المصنع على أساس 3 خطوط إنتاج. المسألة اللي قبل كده كان مديني كام، 8 خطوط إنتاج، هنا قال لي 3 خطوط إنتاج. كل خط مكون من 6 ماكينات، ويتقاضى العامل أجرا قدره 15 جنيه. أنا عندي 6 ماكينات وعندي العامل بياخد 15 جنيه في اليوم، علما بأن المصنع يعمل وردية واحدة فقط، يعني المصنع بيشتغل وردية واحدة في اليوم، وبيطلع 40 فستان. يعني هو هيطلع لي 40 فستان في الوردية الواحدة، وعندي ايه، وعندي 3 خطوط، وكل خط فيه 6 ماكينات، يعني كل خط فيه ايه، 6 ماكينات، يعني ب6 عاملات. والتجهيز والكي النهائي 1 جنيه لكل فستان، ويتعطل الانتاج بواقع 15%. يعني انا عندي كمان الانتاج فيه تعطيل 15%. تعال نشوف بقى هو طالب ايه بقى. المطلوب ثمن تكلفة الفساتين الفستان الواحد مع اضافة 25% مصاريف ادارية وارباح. يعني هو كده عايز تكلفة الفستان الواحد بيكلف قد ايه، عايز تكلفة الفستان الواحد وبعد اضافة ايه، 25% المصاريف ايه، الادارية والارباح. الحل، هنيجي كمية القماش اللازمة لجميع الفساتين. كمية القماش اللازمة لجميع الفساتين، انا عندي الفستان الواحد بياخد 2 متر، يبقى الكمية كلها، يبقى انا هاخد الكمية كلها واضربها في الايه، في ال2 متر، هيطلع لي 2400 ايه متر. يبقى انا الكمية كلها هتاخد كام، 2400 متر. ثمن القماش للكمية، يبقى هاخد ثمن كمية القماش واضربها في سعر الايه، المتر. سعر المتر عندي كام، 25 جنيه. يبقى انا هاخد 2400 واضربهم في 25، هيطلع لي 60,000. يبقى انا هنا عملت ايه، جبت كمية القماش للكمية كلها، وجبت ثمن القماش للكمية كلها. بعد كده السوست، هو قال ان كل فستان بياخد سوستة واحدة، يبقى انا هاخد الكمية وايه، واضربها في 1، هتطلع لي طبعا 1200 سوستة، هروح ضرباهم في تمن الايه، ايه ال 75 قرش. وهنا قسمت على 100 عشان احول ايه، من قرش لجنيه. يبقى انا قسمت 100 دي، ان انا قسمت على 100 عشان احول من قرش لجنيه. واخد بالي من الحتة دي قوي، ان انا هقسم على مثلا على 12 عشان احول لدست، هقسم على 100 عشان احول من جنيه لقرش، من قرش لجنيه. ثمن البقر بيساوي 1200 على 5 في 180، هيساوي كام؟ ايه، 542. احنا قلنا كل 5 فساتين بتاخد بقرة ايه، خيط واحدة، فهو قسم ايه، الكمية على ايه، على ال قسم الكمية على عدد الفساتين اللي موجودة، وهنا ضرب في تمن القماش، في تمن قصدي البكر، وطلع لي ايه، الناتج. مجموع أثمان الخامات، انا هجمع بقى تمن القماش وتمن البكر وتمن السوست علشان اطلع مجموع الاسمان كلها. يبقى انا بجمع كل الاسمان اللي انا طلعتها، القماش والبكر والسوست، القماش والبكر والسوست، وايه، واطلع الناتج كله. نيجي بقى نحسب الاجور. قال لي هنا اجر تجهيز النموذج 300 جنيه، ده ثابت، ده مش هعمل فيه حاجه، ده بحطه زي ما هو، بقول اجر تجهيز النموذج 300 جنيه. اجر القص بيساوي 2 في
2400 يعني اجر القصر الفستان واحد بياخد 2 جنيه، يبقى انا بضرب الاتنين في 2400 بيطلع لي الناتج بتاعي، يبقى ايه؟ يبقى اجر القص جبته. نيجي بقى نشوف عدد العمال. عدد العمال في خطوط الانتاج، هو قال لي ان انا عندي كام؟ عندي 3 خطوط انتاج، وكل خط فيه ايه؟ فيه 6 ماكينات، فيه 6 عاملات. يبقى انا عندي هنا العدد الخطوط 3، كل خط فيه 6 ماكينات بست ايه؟ عاملات. يبقى انا عندي هنا، يبقى انا عندي كام ماكينة او كام عاملة؟ يبقى هضرب 3 في 6 هيطلع لي 18 عامل. يبقى انا كده جبت ايه؟ كام عاملة عندي في المصنع اللي هما ايه؟ 18. انا عندي 3 خطوط، كل خط فيه 6 ماكينات ب6 عاملات، يبقى 3 في 6 ب18 ايه؟ عامل. يبقى انا كده جبت عدد الايه؟ العمال اللي موجودين عندي. وهو المصنع بيشتغل وردية واحدة بس، يبقى انا كده مع ايه؟ مش هشتغل الا ايه؟ مش هحسب الا ال18 عامل اللي عندي. اجر العمال في اليوم الواحد، انا دلوقتي العامل الواحد بياخد 15 جنيه، يبقى انا هجيب العدد بتاع العمال اللي هم 18 واضربهم في 15 هيطلع لي الناتج بتاعي. يبقى انا اهم حاجة عندي الخطوات اللي همشيها صح، ان انا ازاي اجيب عدد العمال، ازاي اجيب اجر العمال كلهم اللي موجودين عندي، واحسب مظبوط، يعني احسب عدد العمال عندي بالظبط، واجيب بعد كده اجر ايه؟ العمال اللي موجود عندي. بعد كده بشوف قدرة المصنع في اليوم. هو قال لي ان المصنع بيعمل 40 فستان في اليوم. بيعمل ايه؟ 40 فستان في اليوم. يبقى 1200 هيحتاجوا كام يوم؟ هيحتاجوا قد ايه؟ يبقى اخد ال1200 على ال40 هيطلع لي ايه؟ 30 يوم. يبقى انا كده هيطلع لي كام يوم؟ 30 يوم. يبقى انا حسبت كده ان انا اليوم بيطلع عندي 40 فستان، يبقى كله ايه؟ يبقى هيطلع كام؟ 30 يوم. طب بعد الاعطال بقى، لما اضيف الاعطال على ال30 يوم هيبقوا كام؟ يبقى انا هاخد ال30 واضربهم في 115 على 100، هيطلع لي 34.5. يبقى قبل الاعطال كانوا 30 يوم، بعد الاعطال بقوا 34.5 يوم. ومهم قوي ان انا ايه؟ اخد بالي من ايه؟ من حساباتي، ان انا منساش لو جايب لي اعطال يبقى لازم احسب الاعطال بتاعتي، عشان بتفرق في عدد الايام. اجر العاملات في المدة بالاعطال، انا كده هحسب ايه؟ اجر العاملات في المدة بالاعطال. يبقى انا هضرب اجر العاملات كلهم في الايه؟ في المدة اللي هم ال34.5 يوم اللي طلعوا لي، فيطلع لي اجر العاملات في ايه؟ في الفترة اللي هي 34.5 يوم. اجر الكي طبعا هو قال لي ان كل قطعة بتاخد 1 جنيه، يبقى ايه؟ هضرب ال1200 في 1. هاجي بقى اجيب جملة الاجور. جملة الاجور هحسب ايه؟ هحسب اجر العاملات، ماشي، هحسب الاجر القص، اجر النموذج، هحسب اجر الكي. يبقى انا عندي 4 حاجات بحسبهم: اجر تجهيز النموذج، اجر القص، اجر العاملات، اجر الكي. بعد كده بجيب جملة التكاليف. جملة التكاليف ان انا بجمع فيها الاسمان مع الايه؟ مع الاجور. دي بتبقى جملة التكاليف، بجمع الاسمان مع ايه؟ مع الاجور. بعد كده بقى، بعد ما جبنا هنا جملة التكاليف، طلع لي الناتج بتاعي اللي هو جملة ايه؟ الاسمان مع الاجور. بحسب ثمن الفستان الواحد، لان هو طالب مني في المسألة حساب الفستان الواحد. هاخد كل اللي انا التكاليف الكلية كلها واضربها في 125 على ايه؟ على 100، اللي هو ايه؟ اللي هو تكلفة الفستان الواحد اللي انا ايه؟ اللي طلع عندي. هيطلع ايه؟ هيطلع ثمن الفساتين كلها اللي هي 125 على 100. هجيب ثمن بيع الفستان الواحد، هقسم ده على ال1200، هيطلع لي تمن فستان الواحد 80.15 جنيه. يبقى انا جبت ثمن الفساتين كلها، ان انا جبت التكاليف بتاعتها، وطبعا قسمت على 100 عشان اطلعها بالجنيه. بعد كده جبت ثمن بيع ايه؟ الفستان الواحد، ان انا قسمت كل التكاليف على ايه؟ على الايه؟ كمية الفستين. طبعا ال 125% دي اللي هي الارباح اللي هو قال لي عليها، نسبة الارباح
ان انا جبت التكاليف كلها وضربتها في الارباح، فطلعت لي كام؟ طلعت لي المبلغ دوت. بعد كده باخد المبلغ اللي طلع من ثمن الفساتين واقسمه على عدد الفساتين، هيطلع لي ثمن الفستان الواحد. يبقى هنا برضو ما انساش الارباح، لان هو هنا طالب ارباح، فال125% على 100 دي اللي هي الارباح اللي هو قال لي عليها في المسألة. كده احنا خدنا في المسألة الاولانية اخدنا ازاي نعمل الرسم التخطيطي وازاي نحسب الاجور. تاني مسألة اخدنا فيها برضو الاجور وعدد الماكينات وعدد خطوط الانتاج. في المسألة هنا برضو اداني فكرة عدد ايه خطوط الانتاج، واداني كمان عدد العاملات اللي موجودة في الخط. يعني لو اخدنا كل مسألة لقينا في اختلاف بين كل مسألة ومسألة، احنا بيجيني مسألة فيها رسم تخطيطي وبيجيني مسألة فيها اجور واسمين. المسألة بتاعت الاجور واسمين الاولانية كان فيها عدد خطوط انتاج بس ما كانش فيها عاملات، المسألة دي كان فيها اجور وفيها عدد العاملات وفيها اسمان، وكمان عايز ايه يحسب ثمن الفستان الواحد من غير ايه رسم تخطيط، اللي انا مديكي هنا اللي هو ثمن الفستان الواحد، تكلفة الفستان الواحد بياخد قد ايه في القماش. نيجي نشوف المثال اللي بعديه، بيقول لي مصنع لملابس الاطفال لديه خط انتاج به 40 ماكينة حياكة. يعني هو اداني ان المصنع فيه 40 ماكينة ايه حياكة. ثمن المكنة 3000 جنيه، يعني ثمن المكنة الواحدة ثمن 3000 جنيه. هو قال لي ان هي كام؟ 40 مكنة، والمكنة الواحدة ثمنها 3000 جنيه. عمر المكنة التقديري 12 سنة، يعني المكنة بتعيش 12 سنة، وثمنها في نهاية الفترة اللي هي بتتباع خردة يعني 300 جنيه. يعني هي المكنة بيشتروها سعرها الأصلي 3000، بعد 12 سنة لما بتيجي تتباع خردة بتتباع ب 300 جنيه، وهو الايه المصنع فيه 40 مكنة. عندي هنا مصاريف صيانة الماكينة في السنة 50 جنيه، مصاريف صيانة الماكينة في السنة 50 جنيه، المكنة الواحدة بتاخد 50 جنيه صيانة، والعمر التقليدي للماكينة حوالي 1100 ساعة. 1100 ساعة يعني هي تشتغل 1100 ساعة سنويا، يعني المكنة بتشتغل 1100 ساعة سنويا. احسب تكلفة تشغيل كل ماكينة في الساعة الواحدة. هو هنا قال لي المكنة بتشتغل حوالي قد ايه؟ 1100 ساعة سنويا. هنا عايز نحسب ايه بقى؟ احسب تكلفة تشغيل كل ماكينة في الساعة الواحدة، يعني عايز يعرف المكنة بتشتغل في الساعة الواحدة قد ايه. احسب تكلفة تشغيل جميع الماكينات في الساعة الواحدة، عايزني احسب تكلفة تشغيل جميع الماكينات في الساعة الواحدة. يعني بقى نشوف نبدأ نحل المسألة دي ازاي. اول حاجة سعر الماكينة بعد خصم ثمن الخردة، يعني انا دلوقتي ايه هحسب المكنة ونقص منها ثمن الخردة. هي المكنة اصلا سعرها كام؟ المكنة الواحدة سعرها كام؟ 3000 جنيه. لما نقص منها ثمن الخردة اللي هما 300 جنيه هيطلع لي 2700 جنيه. يبقى انا حسبت سعر المكنة وبعد ايه بعد خصم ثمن الخردة. لما اخصم ثمن الخردة يعني انا دلوقتي لو هشتري مكنة جديدة انا هديله واحدة قديمة واخد مكانها الجديدة، فهدفع كام؟ هدفع ايه 2700 جنيه عشان اشتري واحدة جديدة. فهمنا الحتة دي ان انا ببدل القديمة واشتري واحدة جديدة، فبخصم من ثمن المكنه سعر ايه ثمن الخرده اللي هي المكنه القديمه اللي انا بايه ببيعها. صيانه الماكينه خلال الفتره، قال لي هو المكنه الواحده بتاخد ايه؟ بتاخد 50 جنيه في 12، يعني في السنه يعني هيديني كام؟ 600 جنيه، يعني 50 في 12 ب 600 جنيه. سعر الماكينة بعد إضافة تكلفة الصيانة ب 2700 زائد تكلفة الصيانة اللي هما 600 جنيه هيديني كام؟ 3300 جنيه. يبقى أنا حسبت الماكينة هنا، حسبت الصيانة بتاعتها خلال الفترة، وعملت وحسبت إيه سعر الماكينة لما أضيف لها الصيانة.
يعني الماكينه لما اضفت لها صيانه بقت 3300 جنيه، وهي اصلا ثمنها الاصلي كام؟ 3000 جنيه. تكلفه تشغيل الماكينه في العام، انا دلوقتي عايزه تكلفه الماكينه، هشغل المكنه في العام، احنا جبنا هنا سعر المكنه بعد اضافه التكلفه، يعني بعد اضافه تكلفه الصيانه، يعني سعر المكنه عندي واقف بكام؟ واقف ب 3300 جنيه. هنا هحسب ايه بقى؟ هحسب تكلفه تشغيل الماكينه في العام، يعني احسبها في العام هتكلفني كام. يبقى انا هاخد ال 3300 واقسمهم على 12، اللي هي ايه؟ اللي هو انا عندي السنه فيها 12 شهر، فانا هقسم ال 3300 على 12، يعني اقسمها على ايه؟ على 12 شهر، هيديني 275 جنيه. يبقى انا تكلفة تشغيل الماكينة في العام، المكنة الواحدة بتكلفني 275 جنيه، يبقى المكنة الواحدة بتكلفني كام؟ 275 جنيه. تكلفة تشغيل الماكينة في الساعة، يبقى انا كده في الايه، في العام بتكلفني المكنة كام؟ 275 جنيه. طب في الساعة بقى انا عايزة احسب تكلفة الماكينة في الساعة، هو قال ان المكن كله بيشتغل قد ايه؟ بيشتغل 1100 ساعة في المدة كلها. يبقى انا هحسب 275 واقسمهم على 1100، هيطلع لي 25 قرش. يبقى تكلفة تشغيل الماكينة في الساعة، المكنة بتكلفني 25 قرش في الساعة. يبقى كده انا جبت ايه؟ جبت تكلفة المكنة في الساعة 25 ايه؟ 25 قرش. هنا بقى تكلفة تشغيل جميع الماكينات في الساعة، انا عايزة بقى تكلفة جميع الماكينات في الساعة. انا عندي 40 مكنة، والمكنة الواحدة بتكلف 25 قرش، يبقى المكن كله بيكلفني في ايه؟ في الساعة قد ايه؟ يبقى انا هاخد ال 25 قرش واضربهم في 40. طبعا انا ال 25 هيبقى 25 من 100، يعني هقسم على 100 عشان احولها لجنيه. يبقى كده تكلفة تشغيل جميع الماكينات في الساعة 10 جنيه، يبقى المكن ال 40 مكنة هيكلفوني 10 جنيه في الساعة. دي تكلفة تشغيل الماكينة في الساعة. كده فهمنا الجزء ده. يبقى هنا في الجزء ده هو اداني المكن، واداني عدد المكن، واداني الصيانة، وداني المكن كله بيشتغل قد ايه، والمكن ده سعره كام، ولما باجي ابيعه خردة ببيعه بكام، وكل ده عشان احسب ايه؟ احسب المكن ال40 مكنة هيكلفوا المصنع قد ايه شغل، هيكلفوا المصنع قد ايه، المكنة بتكلف قد ايه في ايه في الساعة شغل. تمام. نيجي نشوف مثال تاني مع بعض. نقول طلب احد العملاء من مصنع الملابس الجاهزة 300 بنطلون رجالي. هنا طلب قد ايه؟ طلب 300 بنطلون رجالي من قماش عرض 140 سنتي، وسعر المتر 40 جنيه، طبقا للتصميم الموضح ومواصفات القياسية التالية. يعني هو هنا طالب 300 بنطلون رجالي، عرض القماش 140، وسعر المتر 40 جنيه. يعني هو اداني ايه؟ عرض القماش، واداني سعر المتر الايه بتاع البنطلون. نيجي نشوف البنطلون ده، البنطلون اهو بنطلون رجالي، طبعا في جيبين، وفي اللي هو القصرة، وطبعا بتلتة، وفي القمر. نشوف المقاسات. بيقول هنا التنفيذ يتم بثلاث مقاسات مختلفة بالتساوي. يعني انا عندي هنا المقاسات هشتغل 3 مقاسات، يعني هشتغل في البنطلون ده بنظام ايه؟ 3 مقاسات، مش هشتغل على مقاس واحد، لا هشتغل على 3 مقاسات. المقاس الاول بيحتاج 140 متر، المقاس التاني بيحتاج 130 متر، المقاس التالت بياخد 125 متر. يبقى هو اداني هنا ان كل مقاس من دول بياخد قد ايه متر، يعني قال لي ان المقاس الاولاني بياخد 140 متر، والمقاس التاني بياخد 130 متر، والمقاس التالت بياخد 125 متر. طب تعالى، وكل بنطلون يستهلك سوستة 58 قرش، وكل بنطلون يستهلك بكرة خيط 58 قرش. يبقى انا عندي البنطلون فيه سوستة، والبنطلون بيحتاج بكرة خيط واحدة. هنا الفكرة هنا ان هو اداني 3 مقاسات للموديل،
ما ادانيش ايه مقاس واحد، لا مديني 3 مقاسات، وكل مقاس من دول مديني ايه بياخد قد ايه قماش. الاجور اجر اعداد النموذج 200 جنيه، طبعا ده بيبقى ثابت عندي، ما ايه ما بحطه زي ما هو في ايه، ما باجي احسب ايه تمن الاجور. اجر القص والتفصيل البنطلون الواحد 1 جنيه، اجر القص والتفصيل 1 جنيه. يتم التشغيل على اساس 3 خطوط، يعني انا هعمل 3 خطوط انتاج في الوردية الواحدة، وكل خط به 5 ماكينات. يبقى انا عندي كده ايه، عندي 3 خطوط انتاج وكل خط فيه 5 ماكينات، 3 خطوط ب5 ماكينات في كل خط. وهنا الايه في الوردية الواحدة بيشتغل ايه، يعني هو بيقول لي في 3 خطوط في الوردية الواحدة، يبقى لو هيشتغل ورديتين هيعمل ايه، هنشوف مع بعض. وكمية الانتاج في اليوم 30 قطعة، هو قال لي ان ايه كمية الانتاج في اليوم 30 قطعة. واجر العامل في اليوم 15 جنيه، اجر التجهيز والكي ايه 1.5 جنيه للبنطلون الواحد، واضافة 25% ايه مصاريف ادارية وارباح من مجموع التكاليف. تعالوا ايه نرجع للمسألة تاني كده. هنا انا عندي قال لي ايه 300 بنطلون، ماشي، دي ده البنطلون اللي انا هشتغل عليه. هنا عندي 3 مقاسات، مقاس الاولاني بياخد 140، المقاس التاني بياخد 130، المقاس التالت بياخد 125. كل بنطلون بيستهلك سوستة وبكرة خيط، لغاية هنا كويس. اجر اعداد النموذج 200 جنيه، اجر القص والتفصيل البنطلون 1 جنيه، 1 جنيه. ما هنا انا اخد بالي من التكة اللي حاططها لي هنا، ان هي في عندي 3 خطوط انتاج وكل خط بيه 5 ماكينات، يعني انا عندي كل خط فيه 5 عاملات. هو مديني هنا ان الايه ان كمية الانتاج في اليوم 30 قطعة، واجر العامل في اليوم 15 جنيه، واجر التجهيز والكي طبعا ده خلاص قلناه، واضافة 25% مصاريف ادارية وارباح. ايه المطلوب بقى هنا بعد ما اداني كل ده؟ اكيد هيطلب اول حاجة كمية القماش، كمية وثمن القماش اللازم للبنطلون في كل مقاس على حدة. يعني هو عايز ثمن كمية وثمن القماش اللازم للبنطلون في كل مقاس ايه، كل مقاس لوحده. تكلفة الخامات المساعدة للكمية المطلوبة، يبقى تكلفة الخامات هجيبها ايه توتال، جملة التكاليف وثمن بيع البنطلون الواحد. ثمن بيع البنطلون الواحد، يبقى انا هجيب الاسمان وكمية كمية الكمية والاسمان والقماش للبنطلون الواحد، يبقى كمية وثمن القماش اللازم للبنطلون في كل مقاس. هجيب التكاليف للخامات كلها، هجيب جملة التكاليف، بعد كده برضو هوصل في الاخر اللي هو ثمن بيع البنطلون الواحد. تعال نشوف الحل. اول حاجة عدد البنطلونات في كل مقاس، عدد البنطلونات في كل مقاس. انا هنا كل مقاس كل إيه؟ انا عندي 3 مقاسات، عندي كام مقاس؟ 3 مقاسات. يبقى هقول 300 على 3 هيديني 100 بنطلون، يبقى انا هيطلع لي في كل مقاس 100 بنطلون، تمام كده. يبقى كل مقاس هيطلع عندي كام؟ 100 بنطلون. انا قسمت الكمية اللي هو قال لي عليها اللي هي 300 بنطلون، قسمتهم على 3 لان هو مديني 3 مقاسات، طلعت في الاخر ان كل بنطلون عدد البناطيل في كل مقاس 100 بنطلون. كده احنا ايه جبنا اول جزء ان انا هشتغل عليه. هاجي بقى اقول كمية القماش اللازم للبنطلون الواحد في المقاس الاول. هو مديني المقاس الاول بياخد 140 متر، ماشي. يبقى هنا عشان اجيب القماش القماش اللازم للبنطلون الواحد في المقاس الاول بياخد كام، يبقى اخد ال 140 واقسمهم على 100، هيطلع لي متر وايه و40 سم. يبقى انا كده البنطلون في المقاس الاول بياخد قد ايه؟ بياخد متر و40 سم، تمام. يبقى انا كده عرفت ازاي اجيب المقاس في البنطلون الاول. هو مديني البنطلون الاول بياخد قد ايه؟ بياخد 140، يبقى انا هاخد هقسمهم على 100، هيطلع لي ان ايه بياخد ايه متر و40 سم. نشوف تاني كمية القماش اللازم للبنطلون الواحد في القماش التاني، يعني في المقاس التاني.
نيجي بقى في المقاس التاني، القلي المقاس التاني بياخد 130 متر، برضو هاخد ال 130 واروح اقسمهم على 100، هيطلع لي ان كمية القماش اللازم للايه للمقاس التاني بياخد قد ايه، هيطلع بياخد متر واربعين من 100 سنتي، يبقى ايه متر واربعين سنتي، يبقى كده الايه كمية القماش اللازم للمقاس التاني متر واربعين سنتي. نيجي بقى اللي بعديها، كمية القماش اللازم للبنطلون واحد في ايه في المقاس التالت، هعمل نفس اللي انا عملته في المقاس الاول والتاني، هجيب كمية القماش اللازم ليه الكمية كلها ب 125، هقسمهم على 100، هيطلع لي ايه متر وربع، يبقى المقاس التالت بياخد ايه متر وربع. يبقى انا كده جبت ايه، جبت كمية القماش اللازم للمقاس الاول، وجبت كمية القماش اللازم للمقاس التاني، وجبت كمية القماش اللازم للمقاس ايه التالت. اجي بعد كده اجيب ايه ثمن قماش البنطلون في المقاس، في كل مقاس لوحده، يعني هجيب ثمن قماش البنطلون في كل مقاس ايه لوحده، هاخد كمية القماش اللازمة للبنطلون الواحد واضربه في ايه في 40، هيديني ايه 56 جنيه. يبقى انا هنا هجيب ثمن الايه ثمن قماش البنطلون في كل مقاس، ثمن المتر بتاع القماش، يبقى القماش الواحد، يبقى البنطلون الواحد في المقاس الاول هي ايه هيبقى متر واربعين سنتي في 40 هيساوي 56 جنيه. يبقى انا كده متر ثمن القماش في البنطلون الاول في المقاس الاول هيبقى 56 جنيه. هاجي اكررها تاني، في ثمن القماش في البنطلون التاني هيبقى متر وايه وتلاتين سنتي هضربه في 40، اللي هو سعر ايه سعر المتر، هيبقى كام 52 جنيه. يبقى انا كده المقاس الاول سعره 56، في المقاس التاني هيبقى ايه 52 جنيه. في المقاس التالت برضو هاخد كمية القماش للبنطلون في المقاس التالت واضربه في 40 اللي هو سعر المتر، هيديني 50 جنيه. يبقى انا جبت كده، جبت للتلات مقاسات سعر كمية القماش، ثمن القماش لكل ايه لكل مقاس، يعني كل مقاس هياخد قد ايه، ايه هيبقى ثمن القماش بتاعه كام. يبقى انا عرفت هنا المقاس الاول كمية القماش للبنطلون الواحد كانت كام، وتمن القماش للبنطلون الواحد كام. في المقاس التاني جبت كمية القماش للبنطلون الواحد وتمن القماش للبنطلون الواحد. نفس الموضوع في المقاس التالت، جبت كمية القماش للبنطلون الواحد وتمن القماش في الايه في البنطلون الواحد. يبقى انا كده بقى عندي في 3 مقاسات كمية القماش للبنطلون الواحد وتمن القماش للبنطلون الواحد. تعال نكمل بقية المسألة. كمية القماش اللازم لجميع البناطيل بقى، انا هحسب بقى اللي طلع عندي كله، يعني كمية القماش للبنطال المقاس الاول زائد كمية القماش للمقاس التاني زائد كمية القماش للمقاس التالت، هحسب الايه التلات بناطيل هيطلعوا قد ايه. يبقى انا بحسب المقاس الاول كمية القماش للمقاس الاول زائد المقاس التاني زائد المقاس التالت، هيطلع لي كله 395 متر. يبقى انا هحتاج عشان اعمل التلات مقاسات 395 متر ايه للتلات مقاسات. مجموع اسمان القماش اللازم لجميع البنطلونات اللي هما كام، اللي هما التلات مقاسات، التلات مقاسات اللي عندي. يبقى انا هاخد التلات مقاسات اللي هما طلع عندي 395 واضربهم في كام في 40، اضربهم في كام في 40، هيطلع لي اللي هو ايه 15800. يبقى انا كده حسبت كمية القماش اللازم لجميع البناطيل، ان كل مقاس عندي المقاس الاول بياخد 140، المقاس التاني بياخد 130، المقاس التالت بياخد 125، جمعتهم مع بعض فايه جبت منهم كمية القماش اللازم لجميع ايه البناطيل. وجيت بعد كده حسبت ثمن القماش لايه لايه البناطيل كلها، فباخد ثمن القماش كمية القماش اللي طلعت بعد ما حسبت الكميات بضربها في 40، هيطلع لي ايه تمن الايه القماش كله. يبقى انا كده عرفت كمية القماش اللي انا هشتريها عشان اعمل التلتمية بنطلون اللي عندي، هجيب قد ايه كام متر قماش وكمان تمنهم كام. هاجي بعد كده احسب تمن السوست، هحسب تمن السوست للكمية كلها، انا عندي الكمية كلها 300، وكل بنطلون بياخد سوسته واحده، وتمن السوسته 50 قرش، طبعا انا بقسم على 100 عشان احول ايه لجنيه. يبقى انا باخد الايه الكميه واضربهم في واحد
وايه واضربهم في سعر السوسته على 100، هديني 150 جنيه. يبقى كده تمن السوسته كلها كام؟ 150 جنيه. ثمن بكر الخيط، ثمن بكر الخيط، احنا كل بنطلون بياخد بكرة خيط واحدة، وانا عندي 300 بنطلون يعني 300 بكرة. في سعر البكرة 50 قرش، طبعا انا قسمت على 100 علشان الايه احول لايه لجنيه، يبقى انا اخدت 300 بكرة ضربتهم في 50 وقسمت على 100 هيطلع لي 150 جنيه. مجموع الاسمان، بجمع بقى مجموع الاسمان كلها، ثمن ايه؟ ثمن السوست وثمن الخيط هيطلع لي 300 جنيه. دي مجموع اسمان الخامات المساعده، وعايز انا عملت هنا مجموعه ايه اسمان ايه الخامات المساعده. بعد كده مجموع اسمان الخامات اللازمه لجميع البنطلونات، بعمل بحسب كل الاتمان اللي طلعت عندي واجمعها مع بعض عشان اجيب مجموع اسمان الخامات، يعني الخامات بتاعت القماش والخامات ايه الخامات الاساسيه والخامات المساعده. بعد كده هجيب الاجور، برضو انا عندي اجر النموذج وعندي اجر القص. اهم حاجه بقى عندي عدد العمال، انا عندي 3 خطوط انتاج هضربهم في ال5 ماكينات هيطلع لي 15 عامل. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت عدد العمال. اجر العاملات في اليوم الواحد، طبعا انا هحسب ال15 في 15 جنيه، 15 عاملة هيطلع لي الناتج بتاعي. عدد ايام الطلبية، حاضر ماشي، عدد ايام انهاء الطلبية، يبقى انا هقول الكمية على 30 هيطلع لي 10 ايام. كده جبت ايه اجر الايه العاملات واجر التجهيز والكي. احنا كده ايه خلصنا الجزء بتاع المقايسات النهاردة بتاع المراجعة. اتمنى ان تراجعوا كويس اوي المقايسات وتراجعوا التكات اللي احنا قلنا عليها النهاردة، وان شاء الله هيجي ما يشابهها في الامتحان بكرة باذن الله. واتمنى لكم التوفيق والنجاح، ومنتظرين اي اسئلة على ايه على الجروب بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرستنا يا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتينا وفهمتينا لما بقينا حاسين بقيمتنا، المدرسة علينا بيتنا.